رأي، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباحك زينب، هلا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يمكن صباح موضوع نور. بهم جميع النساء المقبلين يمكن على زواج وانجاب طفل، لانه موضوع مرتبط ببعضه. يعني اذا ما كان من البدايه في سياسه غذائيه سليمه وصحيه بتختلف الامور كلياتها. بالبدايه خلينا نحكي عن النظام الغذائي للام الحامل، قديش بيلعب دور فعليا بتكوين الجنين داخلها صحيا. تمام، رح أعطي فكرة كتير سريعة لأنه أنا حابة نخصص حلقة نحكي بالتفصيل عن غذاء الأم، مو بس وقت اللي بتحبل أو أثناء الحمل، ما قبل الحمل. يعني أنا بس أعرف حالي بدي أتجوز، المفروض بلش استعد لأنه مرحلة الزواج يعني في إنجاب، بلش استعد ما قبل، لأنه ضروري عند الأم أو عند الأنثى المخزون يكون مليان. يعني صحيح. عندها حديد أوكي، عندها خضاب، بس ياما منلاقي ناس الخضاب عندهم منيح بس مخزون الحديد عندهم قليل. الطفل بدنا ننتبه نحن ما لازم يعني ينقص مخزون الحديد عند الأم، لأن الطفل رح ياخد حاجته، هي اللي رح تعاني ما بعد الولادة. فأنا خلينا نخصص هيك برنامج أو حلقة كاملة لإلها لحتى نحكي أكثر بالتفصيل عنه. طب خلينا نحكي لما شوي عن الأخطاء الشائعة وخاصة بما يتعلق بالغذاء للطفل. يعني دائما بيقولوا الأمهات أنه من أول شهر لازم تعتيني بالغذاء، يا بياكل يا أما خلص بده يعذبك طول حياتك. وهل صحيح بعد الشهر الرابع فيها تدخل له أكل؟ كتير حلو السؤال، رح أحكي تفاصيل فكنت تسمحوا لي لأنه ضروري هيك يكونوا متواصلين مع بعضهم. أول شيء صارت الولادة، المولود اللي وزنه طبيعي رح يكون وزنه ما بين، أو اللي ولد رح يكون وزنه ما بين الكيلين ونص للأربعة، هذا الشيء الطبيعي كيلو. يعني بيكون على الجروس تشارت، الجروس تشارت أكيد في ناس يعني بيتابعوا هن النمو الطفل تبعهم على هالتشارت، بيكون ما بين العشرة بيرسنتايل للتسعين بيرسنتايل، هون بيكون الوزن مقبول. تحت العشرة بيكون البيبي عنده قليل الوزن، فوق التسعين بيكون يعني في زيادة وزن. ضروري واحد يتابع ليشوف إنه نمو الطفل ماشي صح مقارنة بأقرانه. الطفل وزن الطفل أول خمس شهور بيتدوبل، بالخلال السنة بيصير ثلاث أضعاف، يعني بيوصل وزن الطفل للتسعة، ما بين التسعة للأحداشر كيلو ونص. الطول كمان بيزيد ولكن بنسبة يعني أقل من الوزن، بطيئة أكثر من الوزن. فهو الطول خلال السنة الأولى رح بيزيد حوالي العشر إنشات، يعني 25 سنتي ونص. فهي أكثر سنة سريع فيها النمو السنة الأولى، هي السنة الأولى. بعدين النمو بيرجع بتسارع بفترة المراهقة، هدول أكثر اثنين يعني مرحلتين بيك النمو بيكون كتير عالي فيها. بالسنة الثانية منلاقي إنه الولد خلال السنة كلها بيزيد حوالي 4 كيلو ونص، وخلال السنة كلها بيزيد طوله حوالي 5 إنش، يعني 12 ل 13 سنتي. فهو التركيز كتير على السنة الأولى. حليب الأم لازم ياخده الطفل أكيد، يعني أنا من الأشخاص اللي جدا جدا بشجع على الرضاعة لعمر السنتين. وأنا هاي الحلقة حابة أقدمها ل حبيبة قلبي النور لإلك، هي لأنه أنا كتير مبسوطة منك إنه أنت فعلا لهلا عم بترضعي. ضروري لعمر السنتين، هلا كل التوصيات الجديدة لعمر السنتين. فهو بس في كتير ناس مثلا، يعني خليك تكملي حديثك، بس في كتير عالم مثلا موظفة أو عاملة، هو صحيا للست شهور هي بتضمن بنية سليمة، لأنه هي ضمن ظروف صعبة ما أنا قدراني مثلا. هلا اكيد كل ام عندها ظروفها، بس انا من الاشخاص اللي بشجع يعني فيها في البامب، فيها تاخذ الحليب تحطه ببرونات، يعني تخليهم تحفظهم بالبراد لحتى اذا هي بعيده عن طفله امها مثلا او حماتها او اختها، يعطوه للبيبي من الحليب الام. فهو الاعتماد الاكبر بيكون على حليب الام من عمر الصفر للست شهور او الفورميولا. يعني مشان الامهات اللي مثلا ما اجتهم الدره، في ياما ناس بيقولوا انا حابه رضيع بس ما اجت الدره، من عمر الست شهور وطالع بنضل عم نعتمد على حليب الام او الفورميولا بالاضافه للغذاء اللي رح نحكي عنه هلا. كمان في كثير ناس بيقولوا انه هلا بالصيف فينا نعطي حليب مي مع الحليب، اكيد لا، لانه الطفل عم بياخذ حاجته من المي من خلال حليب الام او الفورميولا. وضروري ضروري نحن ننتبه على هالشغله، لانه ما بدنا نخلي المي تاخذ مكان الحليب، الحليب هو مي اساسه مي. يعني ضروري كمان انه انتبه لشغله، وزن البيبي كل ما كان صغير بالعمر وزنه اكثر مياه،
يعني وقت اللي بيتعرض البيبي لاسهال او استفراغ بيكون عم بيفقد كميه مي كبيره، لانه اغلبيه المياه بتكون هي متركزه عنده خارج الخليه. بنخاف من خطر التجفاف، فضروري هذا الامر يتعالج فورا، لانه هي فعلا مرحله مهدده للحياه. تماما مهدده للحياه. مثل ما قلت حليب الام هو الاكثر الأقرب للطعام المثالي، لأنه العناصر فيه متوازنة. رح أحكي كيف يعني متوازنة. يعني مثلا إذا بلشنا بتركيبة حليب الأم من ناحية الماء، هو عم بياخد الطفل حاجته من الماء. من ناحية النشويات موجود بحليب الأم سكر اللاكتوز اللي هو ثنائي سهل الامتصاص وبيساعد على تثبيت الكالسيوم بالجسم. من ناحية البروتينات فيه هو البروتين الموجود الأغلب بحليب الأم اسمه ألفا لاكتو ألبامين اللي هو سهل الهضم، ونسبته للبروتين بتكون أقل بحليب الأم من حليب البقر، وهذا سبب ربنا أعطانا إياها نعمة. ليش؟ لأنه كلاوي الطفل لساته صغيرة ومانا كتير كاملة النضوج، فنحن بنعرف انه المنتج النهائي لاستقلاب الدهون هو البوله اليوريا. فانا وقت بتكون كميه الدهون البروتينات عفوا قليله مقارنه بحليب البقر، هذا الشيء معناته انا ما عم حط ضغط كبير على كلاوي الطفل. حليب الام غني بكل الفيتامينات ما عدا فيتامين د. حليب الام فقير بمعدن الحديد والصوديوم والفلور. الطفل وقت اللي بيخلق بيعطوه جرعه من الفيتامين كي مشان ما يصير عنده خطر النزف حتى الموت. الطفل مفروض ينعطى من عمر الصفر ل 12 سنه اللي معتمد على حليب الام جرعه يوميه سائله من فيتامين د. اكيد مرقتي بهالفتره نور. ببلش كمان يعطوا الطفل جرعه من الحديد والفلور من عمر 6 شهور لل 12 شهر. اللي معتمد على الفورميولا كونه الفورميولا بيجي مدعم بيكون منه بحاجة لفيتامين دال، بس بحاجة للحديد والفلور من عمر 6 شهور وطلوع. كمان حليب الأم غني بالدهون، وخصوصا سليمة الدهون يعني. تماما الدهون السليمة اللي هي فيه كمية بحبحة يعني إذا فينا نقول من الأوميجا 3 والأوميجا 6 والدهون اللي بتجي منهم، يعني اللي تشتق منهم مثل DHA والأراكيدونيك أسيد. هدول الدهنين بيدخلوا بتركيبة الشبكية تبع العين والدماغ، فقديش بحاجة الطفل لهدول الدهون لحتى ينمى الدماغ عندهم والنظر. فهي من ناحية الحليب الأم. بنجي بعدين حليب الأم معقم نظيف بيحتوي على كتير عناصر بتعطي الطفل حماية، لأنه هو رح يكون في يعني تخيلوا حليب الأم من شو بيحمي. عشان هيك أنا مصرة جدا على حليب الأمهات أكثر من الفورميولا. حليب الأم بيحمي من التهابات الجهاز الهضمي، حليب الأم بيحمي من التهابات الأذن الوسطى، بيحمي من مشاكل الجهاز التنفسي، بيحمي من الحساسية. في كتير أولاد بيخلق عندهم حساسية تجاه أطعمة معينة. وإذا منقارن الأطفال اللي بيعتمدوا على حليب الأم مقارنة بالأطفال اللي بيعتمدوا على الفورميولا، منلاقي بس يكبروا هدول الأطفال مشاكل القلبية والشرايين والضغط عندهم أقل من الأطفال اللي بيعتمدوا على الفورميولا. بس هذا علمياً، أنا أسفة المقاطعة، بس قديش هذا علمياً وصحياً صحيح؟ لأنه تتضارب المدارس والآراء، يعني في كتير من الناس حتى من أهالينا بيقولوا لنا هذا الحكي مثلاً علمي، هذا الحكي مش صح، نحن عن تجربة. قديش فعلياً فعلاً أنا بكسب ابني من خلال هي الطريقة لقدام؟ هلأ نور، هي ما فيني أخذ أنا حالات فردية واعتمد، هي دراسات بتبقى معمولة على فترة طويلة من الزمان. بتلاقي أنه وأكيد أنا بأكد لك، لأنه خلال دراستي بالجامعة وقت كانوا يعطونا بحث نلاقي دراسات أنه شيء مع الفكرة شيء ضد الفكرة. فنحن كنا كطلاب تماما كنا كطلاب انه اوكي على شو بدنا نعتمد. بس هو لا، الحقيقه بالنسبه من ناحيه حليب الام، لانه انا كثير من حدا اللي بيشجع على حليب الام، لا بتلاقي انه اللي بيكونوا حاطينه يعني عاملين عليهم دراسات هدول بيبقوا سنين طويله لاحقين هالعدد المعين من العالم اللي معتمدين على حليب الام، وعدد من الاطفال معتمدين على الفورميولا ملاحقينهم لسنين طويله، فبيلاقوا هدول الاشخاص اقل عرضه للاصابه
بأمراض الضغط والشرايين وحتى البدانة من الأشخاص اللي بيعتمدوا على الفورمولا. نعم. تخيلي حتى في بنوكة، مثل ما في بنوكة للدم في بنوكة لحليب الأم. أكيد لما يعني بما أنه عم نحكي عن الحليب وفوائده، يمكن هو كمان عنده صورة أو هيك شيء بديهي عند كل أم أنه لازم ترضع. يمكن أكثر شيء عم ركز على الرضاعة الطبيعية لأنه بتعطي مناعة لجسم الطفل، لكن خلينا نعرف كمان الأطعمة اللي ممكن أنه تفوتها الأم مثل السيريلاك، الحليب بسكويت، الخضار، كيف فيها بالتدريج. صح. وخاصة إذا الولد كمان بعزبه بالاكل. بس حابه اضيف معلومه انه كان هذا السؤال كمان سالتني نور عليه قبل، انه قديش عدد الرضعات لازم تعطيها الام للطفل؟ ما بين 8 ل 12 رضعه. او لانه خلينا ننتبه نحن حاله البكاء هي مؤشر مؤخر، يعني بيجي متاخر انه الطفل جوعان، فبيعمل هو حركات انه انا جوعان لازم الام تنتبه له. الولد بياخذ نص كمية الحليب اللي هو بحاجة لإله أول دقيقتين لثلاثة من الرضاعة، بس الأم ضروري تخلي الطفل على صدره، على كل صدر من مدة 10 ل 15 دقيقة. إذا كل ساعتين ثلاثة الطفل بياخد رضعة بينام ما بينهم، معناتها تطمن الأم إنه هو عم بياخد حاجته من الرضاعة. اللبق حابة كنت أنا أذكر شوي، اللبق اللي هو بيجي ما قبل الحليب كتير عنده منافع، يعني الطفل بياخد كتير مناعة من هذا اللبق، بشجع الأمهات يعتمدوا عليه. منجي وصلنا لعمر 6 شهور أو ما بين 4، مثل ما قلتي نور في مدارس مختلفة، ناس بيقولوا من 4، ناس بيقولوا من 6 منبلش تدخيل الأطعمة. هو الحقيقة صار 6 شهور. هو الحقيقة فينا نبلش نحن من 4 حسب استعداد الطفل. يعني في شروط بالأول، أنا بدي أعرف طفلي على نوع، كل نوع على حدة. يعني أنا أعطيته هذا النوع بدي أنطر عليه 4-5 أيام، أعطيته إياه بكميات كتير ضئيلة، مشان هيك أنا فيني بلش من 4 لأنه عم بعطيه نوع بكميات تماماً بكميات كتير كتير ضئيلة. ليش؟ بدي انطر 4-5 أيام بعد كل نوع لشوف اذا بركي هذا الطفل عنده حساسية. Exactly. خلق عنده حساسية لان اعرف من شو تحسس مشان اتفادى. ضروري كمان اعطي عرف الطفل على الخضار قبل الفواكه، لانه الفواكه طعمها حلو. يعني نحن بنعرف من حالنا بنستسيغ الاشياء الحلوة اكثر من أسهل. الاشياء المانا حلوة اسهل. فأنا عرف الطفل على كل الخضار قبل ما بلش عرفه على الفواكه، وهن الخضار والفواكه عنصرين يعني كتير بيتشابهوا بالخصائص الموجودة فيهم. اترك القمح مثل السيريلاك اللي فيه قمح، اتركه للآخر. ليش للآخر؟ لأنه القمح هو أكثر شيء إذا بده يسبب حساسية، إذا عم قول لأنه مو ضروري كل الأطفال يخلق عندهم حساسية، إذا بده يسبب حساسية اتركه للآخر. ومشان يعني يضلني منتبه على هذا الشيء. طيب في كثير من التساؤلات يعني هلا بتدور ببال كثير من الأمهات اللي هي حابة تدخل لابنها العديد من الأطعمة، ومثل ما قلنا هي بتبلش تدريجيا لأعرف ابني إذا عنده حساسية ولا لا. بس في كمان مدارس مختلفة، يعني نحن مثل ما قلتي البداية مع الخضروات مشان الولد ما يستزي يعني يحب الحلو فيروح ميال للحلو، بس في ناس مثلا بتضيف ممكن بعض السكريات، في ناس لا. انت من اي المدارس اللي بتقلك هي ضمن الاطار الطبيعي او الصح انه انا السكريات ما بلش له فيها للولد ضمن يعني الفواكه هي سكريات طبيعيه فيني ما ادخلها؟ لا ضروري تدخل الفواكه، بس بعد ما انا اعرف ابني على الخضار الموسميه، عرفته على كل نوع على حده، عرفت انه هو ما عنده مثلا حساسيه ولا اتجاه اي نوع خضره، ببلش مثلا اعطيه اخلط له نوعين ثلاثه من الخضار مثلا مع شويه دجاج او شويه لحمه، بعدين الوجبه الثانيه فيني اعطيها فواكه ما بيأثر. مع مثلا كثير في اطعمه هي مخصصه للاطفال مثل بسكوي انت بتشيها مثلا بعصير بردقان. كمان خلينا نحكي عن بالنسبه للعصائر، حليب البقر يا ريت ما نعرف عليه الاولاد قبل ما يخلصوا اول سنه من عمرهم. حليب البقر نعطي الطفل من كاستين لثلاثه مو اكثر. تمر، ميه التمر كثير بيحكوا عنها فيها. التمر بالاخر التمر. بالاخر هلا بنحكي على ميه الرز كمان، خليني ذكريني نحكي على ميه الرز. حليب البقر ينعطى من بعد السنه الاولى كاستين لثلاثه لما ياخذ محل اطعمه ثانيه، لانه الولد هلا بحاجه بقى لاطعمه غنيه بالحديد، خصوصا الحديد، ونضيف عليها فيتامين، مصادر فيتامين سي لنعزز لنخلي الحديد يعني يمتص جيدا بالجسم. لما يعني نحن بنشكرك كثير على المعلومات اللي اعطيتينا اياها، ان شاء الله الكل يكون استفاد منها. شكرا لوجودك. اهلا وسهلا فيكم. للحديث تتم كالعاده وحديث دائما يطول معك، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا.